مال بلدية السماوي قسم الزراعة، ان احنا مشمولين بقرار 315. احنا من 2019 حولونا عقود، من 2019 لغاية 2022 ان فروقات، الفروقات صرفت انها وزارة المالية. هنا بالبلدية عندنا محافظ المثنى اعطى كتاب بيها قال صرفوا لهم فروقاتهم، احنا ما صرفوناهن، يقولون احنا نطلبكم، يطلبوننا ماليش يعني مداينين، هم مثلا هم ما مطين من عندهم من جيبهم، هي المالية خصصت لنا 6 مليارات، انه احنا كان رواتبنا 150 وكان رواتبنا 210 ومداومين ونشتغل وراضين بيهن. هسه حاليا والله العظيم احنا عقود مشمولين بالزوجيه، مشمولين بالاطفال، مشمولين بالعطل، كل هندني ما حسبونا ياهن. من 2019 ولحد هذا اليوم ان حقوق ما جاي نقبضها، القرار صدرته الماليه ومشه. احنا ان زوجيه وان اطفال وان خطوريه وان بعد اذا الربع ذكروني، كل هندني ان ما جاي نقبضهن، ما جاي نحصلهن من عندهم، كل ما نسولف ما لكم ما لكم، فما نعرف قصتنا شنو هي. احنا واقفين عن العمل، شايف نسوي؟ نريد حقوقنا، يطلع لنا مدير بلديه، يطلع لنا غيره، خلي يقنعنا. احنا قسم الزراعه عقود خصصونا على 315 من يوم 2019 خصصونا ماليه 6 مليارات الماليه، ما اعطونا اياها فلوسنا، نريد فلوسنا، ما اعطونا اياها، وصلت للمحافظه السماوه بس المدلة ما اعطاها، الصحه اعطت، الوزاره كلها اعطت، بس احنا ما اعطونا. طبعا احنا استاذ احنا ضاربين على الدوام ما نداوم، ليش؟ حال المحافظات كلها استلمت، واستلمت مال سنتين، خليني اقول لك، احنا راح يعطونا مال سنه، والسنه ما شايفينها، وخصصونا 9 مليارات مو 6 مليارات، واحنا العقود بالسماوه يجوز بينا نخليك 1000 واحد، هم الى 1000 واحد الى مليون، ها هم هاي مليار ويبقى 8 مليارات لغوا في عند الجماعه، ها هسه احنا لا المليون ولا ال 500 ولا ال 200 كلهن ما حصلناهن، والراتب ليومك هم لو اكل يوم ماكو. الفروقات شادينا مال 10 اشهر لحد الان ما مطيناهن، اعطوا الفروقات سلموا المجاري سلموا الماي، واحنا لحد الان ما مطينا فروقاتنا. وين انتم؟ احنا قسم الزراعه بلديه السماوه. ايش قد عددكم؟ عددنا 1000 ونص تقريبا، ما يقارب 1000 ونص لحد الان، يقولون ما لكم انتم بس اصحاب الشهايد، واحنا عمال احنا مستحقين، عندنا استحقاق الفروقات ناخذهن، بس لحد الان ماكو.